وخلاني 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 وخلاني. نودع اليوم كوكبة جميلة وعزيزة وحلوة من هذا الكوكب العالمين الذي سقط ظلما وعدوا نجورا إلى هذه الكوكبة التي قتلت بدون ذنب إلا أنهم صاحبي كلمة صادقة وحقة وحقة. نعزي قرار صلاح الدين ونعزي العراق بل نعزي العالمين جميعا ونعزي أنفسنا على هذا المصاب الجلل الذي يمر به العراق يوميا. إلى متى يبقى هذا النهر من الدماء الجهالي؟ إلى متى نبقى يومين نبقى عزاء نودع عزاء؟ هذا 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 إلى متى يقف؟ ناشد المسؤولين السياسيين أن ينظرون ماذا كان العراقيون؟ ماذا عمل هؤلاء الشباب الحلوين الذي سقطوا اليوم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ما نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. الأحداث التي حصلت على فضائية صلاح الدين، هذه الفضائية المعتدلة، الفضائية التي لا تنحاز إلى أي جهة، وإنما هو الغرض إسكات صوت الحق، إسكات الإعلاميين الشرفاء. ببالغ من الأسى والحزن تنعم مدينة تكريت ومثقفيها وصحفيها وباحثيها الشهداء الذين سقطوا في فضائية صلاح الدين بالعمل الجبان والغادر الذي استهدفهم. وبهذه المناسبة نقدم أسمى التعازي لذوي الشهداء الأربعة الذين سقطوا دفاعا عن هذه المدينة وعن كلمتها الصادقة التي تنبع من أجل بناء مستقبل أمثل للعراق الجديد. لا إله إلا الله.